وإلى ملف حياة كريمة، حيث استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني حول الفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بمحافظات المنوفية والمنيا وبني سويف خلال الفترة من 12 حتى 24 من نوفمبر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مجالات الثقافة والفنون هي إحدى أدوات قوة مصر النعمة، مؤكدا ضرورة وأهمية تكثيف الأنشطة الفكرية والمعرفية والثقافية ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف.